السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لغة ذكاء صناعي اسمها AIML، اللي هي Artificial Intelligent Markup Language، ودي هنبرمج بيها زي شات، بحيث ان احنا بتعمل شات مع حد، وممكن ده يبقى في الموقع بتاعك وبتجهزه ببعض الأسئلة. طيب هقول له ادخل لي الشات، واجي هنا من Edit واقول له Code Editor واقول له AIML، وهدخل انا في الملف دوت وابدا اكتب. تمام، هنا باترن وتمبليت، يعني لما هلاقي كلمه واحد هروح مديله رقم 2. يعني مثلا اقول له لو قال لي هاي هقول له هلو وورلد، وورلد. تمام، هسيف. تقدر تعمل لها بابلش في ريبو او تعمل لها بابلش شينج. طيب انا جينا في الشات هنا واقول له هاي، فبيقول لي هلو وورلد. لو انا جيت غيرت دي وكتبت اي حاجه انا عايزها وقلت له سيف، وجيت هنا قلت له هاي، هيقول لي هلو وورلد. طيب عايز اضيف حاجه كمان، هاجي هنا واروح جاي هنا، هنا انسيرت كاتيجوري، هقول له انسيرت كاتيجوري، وابدا اشوف ايه اللي انا ممكن اكتبه هنا. مثلا جود مورنينج، فهيرد عليا هاي جود مورنينج اكس مثلا. اسيف واجي هنا واقول له جود مورنينج، فيقول لي هاي جود مورنينج. ممكن مثلا نقول له احنا عايزين نضيف كاتيجوري تاني، وخليني اضيف مثلا لينك بالشكل ده. اللينك ده كله هاخده واحطه في الرد بتاعي. طيب يبقى انا لما اقول له مثلا هلو هيرد عليا ويديني لينك، هيقول لي مثلا هلو، بس هلو عمر. لكن لو دوست على هلو عمر دوت هيدخلني على الموقع دوت. دي عبارة عن تكست ومربوط بـ URL، ده اللي هو يعتبر الـ HTML العادي. أسيف وأجي هنا أقول له إيه هلو، قال لي هلو عمر بس مديها لون لينك، لو دوست عليه يفتح لي اللينك. طيب لو جيت هنا وقلت له ضيف لي كاتيجوري تاني وأقول له مثلا قول كلمة معينة، مثلا إكس، انا هديها مثلا علامه ايه نجمه سي اكس، وهاجي هنا نجمه فهقول له هلو. طيب عايز اتعامل بقى مع النجمه اللي فوق، فاعمل قوسين بالشكل دوت واقول له ستار اندكس بتساوي اللي هو واحد كده، هو هيروح يتعامل معاه اول واحده، لان يعني ممكن يكون في اكتر من نجمه في الجمله اللي انا بعت له، وهقفل القوس بالشكل دوت. يبقى خلينا اجي هنا واقول له سي ايجيبت، هسيف، وبعد كده اقول له سي ايجيبت، هيقول لي هلو ايجيبت. طب سي احمد، هلو احمد، فبيبدا ان هو يتفاعل معايا.